السلام عليكم. بعد ما خاذ المنتخب التونسي المقابلة الودية أمام المنتخب المصري وفزنا بها بنتيجة محترمة معتبرة 3-1، باش نرجعوا شوية للبطولة المحلية وأنديتنا التونسية إن شاء الله من هنا لنهار السبت يرجعوا لاعبينا الدوليين مع أنديتهم في الدوريات الأوروبية، ثم بعض المقابلات المهمة على سبيل المثال شيفيلد يونايتد فريق أنيس بن سليمان باش يخوض مقابلة في البريمير ليج أمام توتنهام. لكن حلقة اليوم باش نخصوها للانتداب الجديد للترجي الرياضي التونسي. أما قبل ما نحكيه على انتداب الترجي الرياضي اللاعب اللي انتدبوا من مستقبل سليمان على سبيل الإعارة، باش نحكيه على طرفة. طرفة كالعادة تصير في البطولة التونسية، لكن الطرفة هذه من نوع آخر، وأكيد ما ثماش اليوم شخص محب للرياضة ما سبعش بالطرفة هذه. بالطبيعة نحكيه على اتحاد بنجردين. أقبل نعرف ثم كار، والله نحكي معكم بالرسمي، ممكن المعلومة هذه ثم اللي يعرفها ثم اللي ما يعرفهاش. قبل الثورة نحكي ثم كار اسمها كار بنجردين، هذه كار يكريوها من تونس ويمشيوا بها البنجردين باش يجيبوا بها الزرابي والجبن والتن والدخان و و و و الكار هذه كار بنجردين ولات بالرسمي اليوم كار بنجردين، ولاو يكنترو بها. من بعد شكون اللي كانتر بها باش نقولوا الله اعلم، صحيح الله اعلم، اما واضح اللي كانتر بها اليوم استقال، وتو نعرفوا علاش استقال. اما قبل هذا بجاه ربي نعاودوا نسمعوا معادنا في موزايك 30 ثانيه كي يحكيوا شنيه ثم في الكار، راهي فضايح، اقسم بالله فضايح. مهم بلاغ موجود على صفحة رسمية لوزارة الداخلية تقول تمكن الدورية التابعة للمصلحة الخامسة لحرس المرور العامة بطريق السيارة ألف واحد من إيقاف حافلة تابعة لأحدى جمعيات كرة القدم على مستوى محاول وذرف متجهة إلى مدينة سليمان مذكورا فيها ثلاثة لاعبين ومسؤولين بالجمعية والسائق محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في 2520 شاشة هاتف جوال ذكي، 230 شاشة هاتف آخر، عدد 2 تلفاز، 544 كيلوغرام من الفواكه الجافة، 111 كيلوغرام جيراك عادي. سامحوني نجم يعثرون الناس اللي يسمعوا فينا يفهم، 24 كيلو معصر فاخر بلغت قيمتها الجملية حوالي 231 مليون دينار، 1000 دينار، قيمتها 230 مليون، وباستشارة النيابة العمومية تم حجز البضاعة وتحرير محضر جبائي في الغرض. شكرا. أقسم بالله أكبر فضيحة شفتها مرت بالكرة التونسية، وأكثر من هكا رئيس الجمعية استقال. عرفت زعما شنو عرفتك الوزير في النرويج في السويد ولا في النرويج صارت هكا فضيحه استقال، حتى هو زعما صارت فضيحه وما في بالوش بها استقال. يا معلم انت تعرف علاش استقال؟ خايف من المتابعه، زعما باش تبين روحك روى ما في بالكش. الملاعبيه هما اللي عملوها، ملاعبيه نتاع بنجردين ثم اللي فيهم عنده 200 و300 مليون باش يحطهم في السرعه، الشوفير نتاع الكار ثم اللي عنده 200 و300 مليون و400 مليون باش يحطها في السرعه، تبين الحكايه شكون اللي عنده الفلوس. كان مش رئيس الجمعيه رم مسؤولي اتحاد بنجردين، ومن غير ما نقعد ونغطيه في عين الشمس بالغربان. ايه والعجيب في الامر التنوع في البضاعة، يعني ملعبية بنجردين لو كان التنوع هذا جاء على أرضية الملعب، التنوع في اللعب ليه راي فازت بالبطولة ومشيت بعيد في رابطة الأبطال الإفريقية. تلافز على بلازمات، على تليفونات، على فاكية، على كاجو، على فصدق، على بندق، على جيراك، على معسل، على فاخر. يا معلم قد ايه عندكم من فورنيسور تتعاملوا معاه؟ راه مش اللعب الحكايه من بنجردين لبنجردين، الحكايه راهي من بنجردين لسليمان. يا اخي متفاهمين مع حماصه ومتفاهمين مع قمارق ومانيش فاهم انا بالضبط التنوع هذا في البضاعه. والله مع كل احتراماتي راهو الناس بنجردين ما عندهم حتى دخل، والكونترا الناس كلها تخدم فيها، ما ثماش عيب في الموضوع حتى لو كانها تجارة موازية، لكن هذوما يخدموا في خدمة مش الخدمة نتاعهم. يعني احنا مشكلتنا مع المسؤولين هذية. والله كارم تاع بنجردين راح يتحندرت، يعني بنجردين وقت اللي باش تعمل ديبلاسمون مرة جاي خويا تعملوها في الطيارة، على خاطر الكارم تاعكم عملتوا بها الفضح،
راهي باش تولي اسمها كارل كونترا. ريت تيجي وشوفوا فيها شعار نتاع بنجردين من بعيد. ليه ما ثماش كلام باش توقفها يا هاي كارل كونترا؟ ما ثماش كلام. اقسم بالله قبل ما تعملوا الفضح للكره التونسيه عملتوا الفضح الاهالي بنجردين اللي بصراحه تاني يشرفونا وينورون، ما عندهم حتى علاقه بالموضوع. نجيو حاليا الانتداب الترجي الرياضي التونسي. المنطق ايش يقول؟ يقول الفريق الكبير يصرف الملاعبية بتاعه على سبيل الإعارة للأندية الصاعدة من الدرجة الثانية ولا متواجدة في درجة ثانية ولا أندية تلعب على تفادي نزول أو وسط الترتيب. لكن المرة هذه الترجي الرياضي التونسي هو اللي انتدب لاعب مستقبل سليمان على سبيل الإعارة. اللاعب عمره 18 سنة، مستقبل سليمان انتدبوا الموسم الحالي 3 سنين. ممكن لو كان متواجد الموسم الفارط نحكي ونقولوا يا اخي ما فاقش بيه الترجي الرياضي باش ينتدبوا الموسم الحالي، على خاطر ثم بعض من الكلام يقول بعد المقابله الوديه اللي خاضها الترجي الرياضي ضد مستقبل سليمان وشاف اللاعب هذا وشاف امكانياته انبهر به نوعا ما وانتدبوا على سبيل الاعاره. لذا راهو لو كان اللاعب انتدبوا مستقبل سليمان من الموسم الفارط نقولوا يا اخي ما فاقش بيه الترجي الرياضي، لكن مستقبل سليمان راهو انتدبوا الموسم الحالي شافوا الترجي الرياضي عجبه يقول لك ما نضخش فيه فلوس نتدبوا على سبيل الإعارة. وأكيد ومما لا شك فيه لو كان الموسم الحالي باش يبرز مع الترجي باش يكون الانتقال انتقال نهائي. أما فكرة رانا ماخذينها خايبة وغالطة واللي هو رو مش معناها مستقبل سليمان انتدب لاعب من إفريقيا يعني إمكانياته ما تخولوش مثلا باش ينتقل الفريق كبير في الدوري التونسي. يقول القائل والله كان جاي يصلح بالأندية الكبيرة رو ما مشاش لسليمان رو مشي للترجي ولا الإتوال ولا سي اس اس النادي الإفريقي. راهو كما قال بن علي راني ماني شمس أنا باش نضوي على الناس الكل. والمنطق ايش يقول؟ يقول الأندية الكبيرة ديما تشري الملاعبية متاعها من الأندية الأقل منها ويصير في كل موسم ملاعبية ينشطوا في أندية في متوسطة في أندية متوسطة وأندية تلعب على تفادي نزول. الموسم اللي فارت تلقاها في فريق كبير يراهن على البطولة ويقدم إضافة ومستواه يرتفع على الأخر. لذا انتداب الترجي الرياضي لن نجم نقولوا انتداب فاشل ولن نجم نقولوا انتداب ناجح إلا ما نشوفوا اللاعب على أرضية الميدان. لكن المتأكد منه الترجي مش عامل حساب كبير للانتداب هذا، مش مثلا انتدبوا باش يفوز به بالبطولة ولا يفوز به ولا يمشي بعيد رابطة الأبطال. هذا انتداب بعد ما انتدب الصحاح، بعد ما انتدب رودريجو المهاجم البرازيلي، بعد ما انتدب يان ساس لاعب وسط الميدان واللي ورى برشا حاجات ولاعب جماهير الترجي الرياضي نتصوروا باش يشيخهم وباش ينبهروا بها الموسم الحالي. لكن الانتداب هذا انتداب الايام او الدقائق الاخيره. كان نجح فبها، كان ما نجحش لاعب على سبيل الاعاره اكيد السالير نتاعو ماهوش باش يكون كبير. نتصوروا في حدود 5-6 بين 5-7-8 ملايين، حكايه فارغه بالنسبه للاعب في الترجي الرياضي التونسي. كما قلنا كان نجح فبها، كان ما نجحش الموسم المقبل باش نلقاوها في فريقه الاصلي هو مستقبل سليمان. حلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقه البياري ما تبقى كمش يقولكم حظ موفق اللاعبين الدوليين، حظ موفق للمنتخب التونسي اللي في التربص القادم. تربص شهر اكتوبر عنده 2 مقابلات وديه، مقابله اولى ضد منتخب اليابان والمقابله الثانيه باش تكون ضد منتخب كوريا الجنوبيه، مقابلات باش نحضروا بها الكاس افريقيا الكوديفوار 2024. وفي الختام كالعاده البياري ما تبقى كمش يقولكم تحيه تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام.